دكتور أمجد كان بيخدم عن الخراب اللي لحق في العهد القديم، وخراب واضح جدا في التاريخ، اتهدمت اورشليم واتحرقت والسبي، والقصه كبيره خالص مذكوره بالتفصيل في العهد القديم. الخدمه اللي انا متاثر بيها الخراب في العهد الجديد، وده بناء على ايات الانجيل وبناء على الاجابه اللي ربنا هيجاوبنا بيها النهارده على السؤال اللي احنا بنساله كل مره، بنقول له ايه؟ يا رب ماذا تريد ان افعل؟ خدنا قبل كده ايه، حد فاكر؟ الوصيه. نعم؟ وصيه. اه. اللي هي ان تحبوا، مش كده ولا ايه؟ تحبوا بعضكم بعضا. النهارده الوصيه الثانيه اللي الرب اداها لنا من انجيل يوحنا اصحاح 8 وعدد 32، وتعرفون الحق والحق يحرركم. يعني هنقرا الجزء ده اللي هي مرتبطه يعني ثلاث اربع ايات ببعض. انجيل يوحنا اصحاح 8 نقرا من عدد 30. وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون، فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم، هناخد على الدعوة واللي بعد لما نكمل على الثاني كمان كمان بسيط، إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. الناس مطيعين وجم وآمنين وآخر سلام وعز. فبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون، يعني استجابوا للكلام، أعلنوا إيمانهم زي ما أعرفش، لكن استجابوا للكلام. فالمسيح بيكمل لهم: إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. في غلط يا جماعة في العبارة دي، حصل إهانة يعني ليهم الحين؟ لا مش كده، يعني لو قال أنا المسيح أو حد فينا حد فينا يزعل، ده واقع لازم يحدث كده. وتعرفون الحق والحق يحرركم، دي تزعل في حاجة؟ أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لها قط. إيه التهجم ده؟ وأنا قلت لكم تستعبدوا؟ لا، إحنا مش محتاجين حق عشان حق الحرام، إحنا حرارة ربنا. مين دول اللي كانوا آمنوا به من اليهود؟ طب هم يا وسيم كانوا وقتها احرار فعلا، ما استعبدوش لحد خالص، ده بقالوا مستعبدين يجي 40 سنه. هم زالوا مستعبدين من الرومان وقتها، قبل كده من اليونان، قبل كده من ماليو فارس، قبل كده من نبوخذنصر. كذا مملكه حلت عليهم، مش 70 سنة، لا كذا 100 سنة، 70 سنة بس نبوخذنصر. جه ماليو فارس خد له 100 سنة، جه بعد كده اليونان خد له مش عارف 30 سنة ولا كام، وجه الرومان قاعدين تحت الرومان لغاية دلوقتي لغاية وقتها. لكن المؤمنين بقى اللي هم إيه؟ اللي هم دون المستوى بس اللي آمنوا بيه. حاجة معلقة أهو. إزاي تقول إحنا محتاجين حرية؟ إحنا مش محتاجين حرية. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. كيف تقول أنت؟ إزاي تغلط كده؟ أنكم تصيرون أحرار، حاجة ليها سخرية كبيرة خالص. التركيز بتاعنا بقى على الكلام ده، المسيح أنا مصدقه، أنا شخصيا محتاج لهذا جدا. وتعرفون الحق والحق يحرركم.
يا رب ماذا تريد مني ان اعرف؟ يقول نعم. وقال كل واحد بيقول نعم. تعرف الحق يا فلان؟ والحق يا رب. لان لا حريه الا بالحق، ولا حق الا كلام الله. وتعرفون الحق والحق يحرركم. ناخد جولة بسيطة مش كبيرة وبعدين أثناءها يعني لو احتاجت الآية هكتبها إن شاء الله عليها. الكنيسة الأولى، حد يقول كده أوصفها ولا تحبوا أرى لكم أوصفها في سفر أعمال الرسل؟ عددين ثلاثة أربعة كده أنا كنت. يوم الخمسين كان أعمال الرسل أصحاح 2 و نقرا وعظ بطرس بعد كده اللي آمنوا فيها 3000 اصحاح 2 من عدد 14 واستجابه الناس من عدد 37 لما سمعوا نفسه وجم لبطرس ماذا نصنع ايها الرجال الاخوه توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطيه الروح القدس لان الموعد ان الروح القدس حل على التلاميذ بانهم انتم كمان يحل عليكم الروح القدس او وتقبلوا عطيه الروح القدس. لان الموعد هو لكم ولاولادكم ولكل الذين على بعد كل من يدعوه الرب الهنا. وباقوال اخرى كثيره قعد يوصف بطرس طويله قوي كان يشهد لهم ويعظهم اي يخلصوا من هذا الجيل المتبع. الاستجابه كانت ممتازه جدا. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. من عدد 42 ل 47 ده حال الكنيسه الاولى. السؤال اللي انا سالته لنفسي واجبت نفسي هساله لكم وعايز منكم اجابه، مش لازم يعني اجابه جمعيه لكن اللي عنده اجابه اولى. هل هذا الحال بتاع الكنيسه الاولى موجود الان؟ كده من غير أعمال ولا حاجة. صحيح؟ يبقى في غلط حصل. طبعا في غلط ما بيعملش غلط ازاي؟ ايه المسؤول عن الكنيسة الأولى هنا؟ وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشرب وكسر الخبز والصلوات وصار خوف في كل نفس وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشترك والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة القلب مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. في حد عنده تردد إن هذا الكلام مش موجود دلوقتي؟ وفي أي كنيسة؟ طب وفي أي طائفة؟ طب وتحت رئاسة أي فلان؟ طب مين الكنيسة دي؟ للأسف اللي قيل في نبوات يوبيل عن نجاح الشيطان في محاربة الرب في العهد القديم نحن نرى نجاح الشيطان في محاربة الرب في العهد الجديد. وإنه هذه الوصية اللي قالها في يوحنا 8 لما احنا قلنا للرب يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ إنه تعرفون الحق والحق يحرركم. طيب يعني طب إيه اللي في الوصية دي ما حصلش عشان الكنيسة دلوقتي مش كده خالص؟ الكنيسة مش كده خالص. أنا مش عايز أحكي لكم حكايات عن الكنائس. هتقرفوا.
كده حكايه واحده بس في الجزء الانجليزي. حصل خلاف بين اثنين، رئيس الطائفه واحد في الكنيسه، فرئيس الطائفه هددوا المشيب. ودوك سادة انا حاشيلهم. وقالوا كل اصحابك اللي في الطائفه حاشيلهم. وسادة انا حاشيلهم. يبقوا الى كنائس. وزعلوا جدا. فعملوا ايه؟ ما حدش بيرد عليه. هاتي اوسخ حاجه تعلم. عملوا ايه؟ يا ريت ولا حاجه. لبسوا رئيس الطائفه تهمه. وتهم الطعن بالسكين. وفعلا واحد منهم طعن الثاني وده قال ده اللي ضربني. ايه ده؟ الكنيسه الاولى. لا يا حبيبي ده في كل الكنائس انا بس هو كده. واللي ما رضيش يفتش الامر وكيل النيابه المسلم. قالوا مش عايزين فضايح. القضيه دي انا عارف كل تفاصيلها لانه ابو احمد الوزير واختي كان وقتها نائب رئيس الطائف هو اللي بيحل الموضوع. كل التفاصيل عنه. لما حقق الراجل قال لا الطاعه دي واحد صاحبك ضربه وانت تعبان. هو صاحبه اصلا مش ممكن مناسب يعني العمل كده. وان كان جه وراها لي وما يعرفني برضه مش عارف طعني ازاي وانا عارف انك كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ أحبائي إن اتباع المكتوب هو اللي يجعلنا نتحرر من الخطية، نتحرر من الشيطان، نتحرر من الفكر الرهيب، قسوة الشيطان على أذهاننا. بتجعلنا نفعل ما لا يقبله الراجل المسلم ما قبلش. قال له زبخ قال له خالص انا ما اقدرش اقول نحول ده مش عارف مين ولا ايه الحكايه معروفه جدا. انا عايز سحب القضيه من الموضوع خالص عشان ست في المسيحيين. شفت الراجل مسلم ده مين؟ قال له برافو عليك. انسحب من القضيه. حاجات عجيبه حاجات عجيبه. ازاي وصلت ناس يعني المفروض انهم فاهمين الكتاب. الناس بيقروا الكتاب ما عندهمش حاجه ثانيه يقولوا غير الكتاب. طب ازاي وصل الحكايه يعملوا كده ببعض؟ ازاي؟ الحقد الالم. وازاي خلى الراجل الكبير يتهم كلهم هيتهموا في الهوا كده. واحد منهم اصله بنى كنيسه فبنحيي مش هيعمل عليه بنى الكنيسه اللي هو ده اللي عمل نفسه. ايه ده؟ ايه ده؟ شله عصابه. شله عصابه. ماليش دعوه بيهم. هم مجموعه اشكر ربنا ما يعني ما فيش ليه علاقه من غير بس مره واحد قال لي انهينا واظن كلام ما دعوتيش بيهم وما دعوتنيش ليه. مش كده. انا ده العيب اللي يخلى تيجي حتى مراتي لان كانت عندي. نرجع لموضوعنا. ازاي الاجابه الحقيقيه الصادقه على هذا السؤال ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ الإجابة وتعرفون الحق. بس الحق شغلته يحررنا مش وتعرف الحق وتحرر نفسك. لا ما حدش حرر نفسه. وتعرفون الحق. الحق يحررنا. الحق يحررنا أولا من الشيطان لأن الشيطان يرتعب من الحق. طبعا شفنا في ايام المسيح ازاي الشيطان ارتعب. ولما تمشي في الحق وتتكلم بالحق الشيطان يرتعب منك. تتكلم بكلام فعلا كده تطبل الشيطان يدوسك. طب مين يجيب لي شاهد ان الشيطان ارتعب من واحد يتكلم بالحق؟ حد فاكر ابناء سكاوى؟ لما راح يطلع الشيطان من على واحد من الاولاد راجل يهودي. فاشتغلت عليهم وقال لهم ايه؟ اولا يعني بهدلهم ضربهم وجرحهم.
قبل ما نروح نروح قال لهم حاجه، قال لهم انا انا عارف المسيح وعارف بولس، انتوا مين انتوا؟ عارف بولس؟ ايوه انا برتعب منه، يؤمرني اطيعه على طول. ليه؟ يعني يعرف الحق، يعرف الحق، والحق حرر بولس من سلطان الشيطان. وبولس قالها صراحه اننا لا نجهل افكاره. ربنا ادى بولس يفهم الشيطان، يفهمه، بيعرفه وبيدوسه، لذلك مرة استخدمه في الخدمة. اثنين، هل أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يبدل؟ انت ربنا ولا لا؟ انا مش ربنا، بس انا عارف ربنا، انا اعرف الحق ليعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. اي حودان عن الحق يعني انكسار شديد. والحقيقه برضو مع الاسف انا ذكرت بس حاسس من 10 سنين من زمان يعني خلص فوق خلاص هم دلوقتي واحد سافر فوق والتاني في قلت لزوج اختي قلت له بعد بيحكي لي حلم عليها كم شهر كده قلت له طب وكنيسه قال لي كنيسه فوق الفرد لا بيحضروا لحد ولا بيحضروا لحد برافو على الناس دي صحيح؟ لان قصه مسخه وفي الاخر واحد سافر والتاني موجود ربنا ينعم عليه ويكرمه ويجعله يطيع الرب يسوع المسيح ولا يطيع الجسد هو في حاجه ولا طيب الكنيسه لما نقرا عنها في الكتاب المقدس الكنيسه الاولى نفسها نلاقي ان حصل ليها نكاسات مش قليله فمثلا اول نكسه نعمل احنا اعمال اثنين البهله العظيمه دي واعمال ثلاثه المعجزه بتاع شفاء الاعرج وحاولوا يسجنوه ما امكنش وقالوا له ما تناديش قال لهم ما اقدرش ما ناديش لان ينبغي ان يطيع الله اكثر من الناس ده اثنين وقدس وثلاثه واربعه خمسه طلع حنانيا وسفيرة راجل اسمه حنانيا ومراه اسمها سفيرة وايه اللي حصل؟ كده وبعدين كده مات تصور ده جوجل كنت كده مش كده؟ اه ماتوا ماتوا لان بطرس قال لهم انتم تكذبون على روح القدس على انسان المبلغ بتاع ربنا انتوا قلتوا ده بتاع ربنا احنا بهدف كل هذا المبلغ لان بطرس قال لهم بطرس قال لهم بطلين كذابين فبيسالوا قال لما قلت بها كل هذا انا بعته من الحق اه مات الراجل مات مات قال ده بكل منهم اه قلت لي مات ليه؟ قالها بطرس لانكما فقال بطرس يا حنانيه لماذا منع الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس في حاجه اسمها كذب على الروح القدس يعني ايه كذب على الروح القدس؟ يعني الروح القدس خلاك عملت حاجة وبعد ما عملتها بالظبط التفسير كده وفسره لهم بطرس بالظبط بعد ما عملتها يعني لقيت الحكاية برضه محتاجة شوية مدرسة شوية عقل كده شوية ذات بس بشرط انه لازم تقول ان ده كل المبلغ عشان تبقى زي البرنامج مع برنامج بقى الحق وده كله فانت لسه راكبه فاعمل كده ازاي؟ هو بطرس يعرف حاجه؟ ما اعرفش بس نفدت يا حناني نفدت قول وكذبة بيضة بيضة يعني ايه بيضة؟ البيضة البيضة دي بيضة يعني ايه كذبة بيضة؟ الكذبة بيضة ايوه هي بيضة لانها ولدت افعى وقتلتك انت ومراتك في البيض بتاع الناس اللي عشان بيولد افعى على طول بيولدش دجاج ولا فراخ ولا افعى بيضه جالت افعى ده بالظبط اللي انت قلته وما قالش بيضه الحقيقه الراجل بس انا اللي فاهم فمات هو وماتت مراته اذا الشخص الذي هو عضو في
الكنيسة وقدم نفسه هو ده مش عضو جايز بعد بس العضو جاي الله ما نعرفش هنشوفه لكن الشخص اللي اعترف انه مسيحي وقال انا مسيحي وجه يلعب بالبدا والحاجة دي لا لا ما ينفعش ما ينفعش لازم يكون مسيحي ازاي حقيقي ازاي يتبع الحق يعرف الحق والحق يحرره من كل شيء يحرره من محبة العالم يحرره من الذات يحرره من التهجم على الآخرين يحرره من إفساد عمل الله يحرره يصبح بركة لأنه عارف الحق عارف المكتوب ودارس المكتوب وماشي بالمكتوب فصح خمسة جات الكارثة دي وبعدين نقلب تاني شوية نلاقي الكوارث كل شوية تزيد كل شوية تزيد كل شوية تزيد دي الحكايه كده اللي شويه بيحتاج يفكر طب هي مزيت ليه يعني ايه اللي خلى الكنيسه تطلع فوق قوي في اعمال اثنين عطيته روح القدس وتنزل خالص تحت تنزل خالص ازاي مش كنت في الدم خالص ايوه بس مثلا ناخد اقوال بطرس بطرس أول التلاميذ إيه يا بطرس؟ قلت لنا إيه أنت في رسالتك الثانية؟ قالها بطرس وعايش مش طبعا اللي كتب الرسالة في بطرس الثانية هنطلع شوية شوية دينا منهم بطرس الثانية فين بطرس الثانية؟ بطرس الثانية أصح واحد عدد 15 و 16 هو بيكتب الرسالة بطرس الثانية أصحاح واحد 15 و 16 يقول معاذ 12 لذلك لأؤمن أن أذكركم دائما بهذه الأمور في هذه الأمور دي أن المؤمن الحقيقي هيشوف كويس المؤمن اللي ليس عنده هذه اللي هو ما عندوش الحق المؤمن في كريس الحق في كريس ما عندوش الحق لأن هذه اللي هي فيها التقوى ومعرفة الحق قدموا في من الفضيلة وفضيلة المعرفة والمعرفة التعافي والتعافي الصبر اللي هو المؤمن الناجح في حياته الروحية ودائما عرف الحق وفده المد لأخوه محبة لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين مش متكاسلين طبعا ما عندوش كده يبقى متكاسل او بين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح لأن الذي ليس عنده هذه الناس موجودين وقتها في وقت بطرس ليس عنده هذه هو أعمى توصف ناس مؤمنين في الكنيسة عميان قصير البصر قد نسي تطهير خطاياه السالفة يعني طهر وقال يا جماعة أنا المسيح قد نسي الحكاية دي لأن الذي ليس عنده هذا المقاس لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا واختياركم ثابتين أي المؤمن الذي لا يعرف الحق لكي يتحرر اللي هو مغلوب ويبقى أعمى قصير البصر وحده حاله أما المؤمن الأمين الذي يعرف الحق لن يذل أبدا إذا أيوة في نوعين مؤمنين نوع تشك فيه على طول بعد سنة اثنين نوع سالك كالصخر بطرس مثلا عنده ابنه مرقس وابنه بولس طبعا يفتخروا بيه جدا هما الاثنين لكن مش كله كده مش كله كده مرقس نفسه كان عنده حيلة من الأول لما كان رجع من الخدمة عشان برنابا خاله مش واخد السلطة وبولس لكن ما أثرتش فيه كتير نفس بولس قال تيموثاوس بعت لي هو في روما قال له ارسل لمرقس لانه نافع لي الخدمه فنهايه بطرس كانت نهايه مشجعه جدا لكن في ناس نهايتهم كده نهايتهم انه اعمى قصير البصر نسي انه خلص لانه لم يعرف الحق والحق لم يحرره لذلك بيكمل بقى بطرس لهم ان اذكركم دائما بهذه الامور وان كنتم عالمين ومثبتين في الحق انتوا يا ثابتين في الحق
عايز اقول لكم واثبتكم امشوا سكتكم اعرفوا الحق والحق يحرركم. لكني مع ذلك احسبه حق ما دمت انا عايش لسه ان انهلكم بالتذكره عالما ان خلع مسكني قريب. دول اثنين ربنا على لهم المقرب يتوفر بولس وبطرس كما اعلن ربنا يسوع المسيح. فاجتهد ايضا ان تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين بهذه الامور لاننا لم نتبع خرافات مصنعه. هو في خرافات مصنعه في الجنس كتير قوي ما تبعهاش بطرس ما تبعهاش لاننا لم نتبع خرافات مصنعه اذ عرفناكم بقوه ربنا يسوع المسيح ومجده. قد كنا معينين على مدر نتكلم عن جبل التجلي. فجبل التجلي الرب قصد ياخذ بطرس معاه لتثبيته ثبوت راسك. فرفض كل الخرافات المصنعه التي كانت موجوده سواء من حنيه ومن زميله ومن غيره ومن غيره ومن غيره. كنيسه بحاله اسمها كنيسه غلاطي. بولس يكتب لهم ايها الغلاطيون الاغبياء. كنيسه بحاله غبيه. نعم. هو اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ان بسرعه واحد يقبل الحق. ودي انا المسيح في المثل ده فعلا الزرع خير اليد. لكن مش لازم يتبع الحق. مش لازم يتمسك بالحق. وحينئذ يبقى زي البذره اللي رقيت في الارض المهجره نبت عالمه وانتهى. زي البذره اللي رقيت في الاشواك من الاشواك خلقتها وما جابتش ثمر. الكلام ده كان موجود في الكنيسه. بولس نفس الحكايه باقوال كثيره جدا. يعني احنا نتفق بولس بس خلاص لكن يمكن 10 12 قول ثاني في الكنيسه. بولس في سفر اعمال الرسل في اصحاح 19 ندى من ميليتوس جاب استدعى قدوس الكنيسه اللي في افسس اسجونه وقال لهم انا 3 سنين معاكم بخدم وبدموع كثيره واتكلموا عن خدمته اللي هي كانت سبب خلاص لافسس كلها او للكنيسه في افسس الامن يعني. لذلك اشهدكم اليوم على 26 هذا اني بريء من دم الجميع لاني لم اؤخر ان اخبركم بكل مشوره الله. احترزوا اذا لانفسكم ولجميع الرعيه التي اقامت الروح القدس فيها اساقفه لترعوا كنيسه الله التي اقتناها بنا. احترزوا يعني خدوا بالكم حاسبوا لاني اعلم أعلم زي ما بطرس قال أعلم هنا قال أعلم لأني أعلم قال أن وعد ذهابي غالب أنت الأسبوع جاي شهر جاي شهرين خلاص ربنا قال له هتسافر سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الله اعملوا إيه ومنكم أنتم يا قصوص يعني بعد مش بعد نمشي بكثير أنتم الأحياء يا قصوص سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتويه ليجتنبوا التلاميذ والاب اللي هي انقسام الكنيسه وحصل انقسام الكنيسه. من فين؟ بدءا من كنيسه افسس الى كنيسه غلاطيا الى الكنائس التي ليست ثابته في التعليم. يا رب ماذا تريد مني انا؟ ماذا تريد ان افعل؟ الاجابه اعرفوا الحق والحق يحرركم. ده في يوحنا 8. الحقيقه مش سهل الواحد يعني يقبل الكلام ده صحيح الا لو كان مخه فاضي كله عنده صابون بس صعب قوي ان الكنيسه الاولى بعد السنه كانت مغيره ازاي؟ ما نعرفش بعد قد ايه. لكن اثناء كرازه بطرس واثناء كرازه بولس جاي 10 سنين بس غيرت ليه؟ صعب لان ما فيش حته تتلمس كده الا ان ما يعرفوش الحق. لا طبعا اكيد يعني التغيير شويه يعني بيأذي مشاعرنا حتى. طب واحد يقرا بطرس بيتكلم عن خرافات مصنعه وبولس بيتكلم عن ذئاب خاطفه ويقول عن الغلاطين اغبياء ونلاقي الاحتلال كده ايه ده؟ مش عارف افسرها ازاي انا ليه
يعني مش ليا بفكر يعني صعب اتخيلها. فقلت طب دلوقتي في بداية الكنيسه كان بطل هو اللي ظهر خالص طبعا كل ربنا اللي قاله انه هو بطل ودي الحاجه الغلط هو بطل هو اللي وبعدين بالكرازه نعرف من سفر اعمال الرسل انه كثيرون من الكهنه اليهود امنوا خبر عظيم جدا كتار هم امنوا فلما جم امنوا شويه الموضوع بالنسبه لي غريب لان قبل المسيح قبل صليب المسيح كان مين الرئيس بطرس ولا الكهنه دول؟ مش نسبة طبعا الناموس دول الكهنة هم اللي واخدين التوجيه لليهود كلهم وحدهم بطرس. فدلوقتي بعد ما قاموا الموضوع بقى مش سهل. اللي بيوقظ دول بسلطان رهيب بطرس على طبيعتها مين؟ هو المحيي المسيح. هم كان اكيد كل الطباع قبلوا هذا الكلام. لكن مش كل اللي امنوا سواء كان او غير كهنه بنجد ان هم ثابتين زي ما عرفنا ان ادي كذا حدث من الحنين والسفينه ومن اللي هم هيطلعوا بعد بولس هيطلعوا بعد بطرس يعني في تنبؤات عن ظهور ناس مش مؤمنه. فالواقع الغريب ده شويه انا متخيل مش ما عنديش اي شيء يقيني في تفكيري بس انا مستغرب. فمتخيل انه لما نربطه بحكايه الغلاطيين الاغبياء اللي هم دول اول واحد بدوا انهم يحطوا الناموس مع النعمه. ايه الفكره بتاعتهم؟ انه ما ينفعش الانسان يخلص كده بالسهوله دي. لازم ايه؟ حد فاكر لازم ايه؟ لازم الختان. قال لك الختان ده على الله مع ابراهيم. الناموس نقول خلاص النعمه لان الرسائل بولس كلها بتقول النعمه لغت الناموس خلاص ما عندناش ناموس يعني دلوقتي. لدرجه في ايه قالها بولس رهيبه جدا في روميه 8:2 تؤكد هذا الكلام. روميه كل روميه سنه روميه كده لكن روميه 8:2 تؤكد هذا الامر ان احنا لسه مش تحت حكم الناموس خلاص. روميه 8:2 بعد عمل الرسل لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع اللي هو ناموس الصليب ناموس النعمة ناموس المسيح أو ناموس روح الحياة بالضبط اللي في الناموس لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. إيه ناموس الخطية والموت ده؟ اللي هو افعلها تحيا ما تفعلهاش تموت اللي هو ناموس موسى. فناموس روح الحياة خلاني أنا مش معرض للموت. ليه؟ لأني أنا مع المسيح صلبت فأحيا أنا حي أنا مش ميت. بالظبط لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت أنا حي على الوحي. إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع لأن أنا مش سالب حسب الجسد لأن الجسد مع المسيح صلبت الجسد مات أنا حي وإلى الأبد. مين أنا ده لو قبل المسيح؟ ما مش أي شك في هذا وده يعني سفر روميا كلها بتتكلم عن كده. ف يعني طب ازاي؟ يعني نلغي الختام لو الختام مش تحت الناموس، ايه رايك نقول جبنا لك افزه جبنا لك يعني ايه؟ فشله ولا مش عارف مطب ولا ايه؟ الناموس ده الختام ده من ايام ابراهيم يبقى لازم نكون قال لا برضه لا. ليه؟ لان هذا الختام طبعا ما حدش شفت غيره الكلام ده قال بولس ده خالص انا متصور كلمه كده وواحد يجننه مثلا يقول ده في حاجه يا حبيبي اسمها ختان القلب بالروح في العهد الجديد ده اللي عمل الروح القدس فينا
الروح القدس ختم القلب، فبقى القلب مختوم مش اللحم مختوم، وده الختام الإلهي الرائع للمؤمنين، مش الختام ايه الاولاني بتاع موسى. نمسك الحكايه على فكره طريفه جدا، حصلت مع مرات موسى لما موسى ما ختمش ابنه الكبير ورايح طلع بني اسرائيل من مصر، فالتقى الله طلب ان يقتله، فطلعوا وابنك مش مختون. فازاي عرف الصفورة انه ده صح، انه فعلا العلاج هو اللي هتعمله، وعملت العلاج ناجح جدا، راح قطعت غرله النايه بقت ختم اهو، وراح اتمسك بها رجل موسى وقال له انك عريس دم من مين. ايه الحكايه دي؟ ليها معنى لذيذ كده. ما قالتش انا من شعب الله، صوره من شعب الله خالص. ما قالتلوش انت خلاص دلوقتي تحررت من العقوبه بتاع انك انت من عقوبه مش خاتم ابنك، لا طلب الله ان يقتله. قال احنا انتقلنا كده للعهد الجديد، بقيت انت عريسي. عريس دم لي. والاشاره الى الدم طبعا ما اعرفش فاهمه ولا مش فاهمه، يعني ربنا فهمها الى دم يسوع المسيح الذي طهر من كل خطيه، فانفك عنه خلاص يلا اتجوزي افرحي افرحي بيسوع. فالفكره هنا ان الختان ما هواش ختان الجسد، مش هيستمر مش هيستمر، ده عهد بين الله وبين ابراهيم ان في اليوم الثامن يقتل كل ذكر منكم، وهذا العهد تحول بدم يسوع المسيح إلى عريس دم الكنيسة، فصارت الكنيسة تدخل إلى هذا الفرح بختان القلب والروح، ده الختان. فالموضوع يعني بقى يعني مش عارف أنا ربنا أنعم على كل ده أنعم عجيب كده، اللي هو يقف المشاكل كلها ويحلها كلها. ف إذا حينما لا نعرف الحق لا نتحرر، حينما نعيش تحت الناموس نكون مربوطين بالموت واحنا لا نوقف عليه. إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. ناخذ كمان شاهد ثاني يؤكد هذا الأمر في رومية 8، احنا فاكرين رومية 8، رومية 8 2 احنا قريناها، في حاجة تاني في رومية 8، رومية 6 بس، رومية 6، رومية 6 بيقول في عدد 8، رومية 6 وعدد 8 يقول: فإن كنا قد متنا مع المسيح فإننا فنؤمن، فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا. طب فين الناموس اللي ملوش قبول خالص على الكنيسة؟ ملوش قبول خالص على الكنيسة. لذلك كتب بولس إلى الغلاطيين بدعوة الغباء، بصفة الغباء: أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تزعلوا العقل؟ يعني مين سحركم؟ ده سحر اللي عندكم، ده سحر. ازاي جبتوا الانسان يتختن عشان يقتل؟ يعني كراست دي كلها بتباطل؟ ما فهمتوش انجيل يسوع المسيح؟ ما فهمتوش الحريه التي لنا في المسيح؟ الحريه ان الناموس لا يسود على شخص مغسول بدم يسوع المسيح. يعني احتمال يكون بداية الخراب ده حصل لما ابتدى يعني الوضع غريب صحيح. انا متخيل مثلا، مش هقول لو انا مش لكن بقى هتخيل مثلا، هتخيل انا بطرس قدامي كده بتكسر، فاكره بقى من كام سنة انا كنت بسعى اقابل حد منهم مش عارف ولا يرضى يقابلني حد، دلوقتي بقى قاعد بيسمع في نفس الكلام برضه، هيبقى وضع مش سهل حل. وجم الغلطين لما حاولوا يحلوا بص قالوا اغبياء. فالفكره ان هذا الوضع المربك ابتدى شويه 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 يدخل الكنيسه. ف
أوجدوا الكهنة لهم مكانا في الكنيسة غير موجود في الإنجيل. في في شوف كورنثوس 12:28 بيقول فوضع الله أناسا في الكنيسة. أولا إيه؟ رسل. ثانيا أنبياء. ثالثا معلمين. ثم قوات. وبعد ذلك مواهب شفاء. أعوانا، تدابير، وأنواع أرسنة. هلا فين العهد دي؟ مفيش. طب العهد الجديد عبارة عن إيه؟ العهد الجديد عبارة عن لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماء. وهو الحق، وهو الطريق، وهو الحياة. ونحن جميعا جسد المسيح جعلنا ملوكا وكهنة لله أمين. يدخل ملوك هنا. زمان في العهد القديم كانوا وظيفتين للمسؤول، اما وظيفه كاهن وهو مسؤول او وظيفه ملك وهو مسؤول، وحسب الاقوى فيهم. غالبا الملك بيكون هو الاقوى فبيمشي مشيت ورا، ما عندوش كتير يعني. لكن بعض الاحيان بيبقى الكاهن زي في حاله يهويدا الكاهن. يهويدا كان الملك عنده كم شهر لما خطفته من عساليا ام عمته خطفته من عساليا، فبقى العيل رسمه ملك هو عنده 7 سنين. فكان يهوذا مسيطر سيطره كبيره، فكانت المملكه عايشه احلى ايامها في سلطان يهوذا الكاهن على المملكه، لانه كان رجل الله. مات الملك اتلون، ففي اثنين كبار مسؤولين في المملكه اليهوديه، ملوك وكهنة. الملك ما ينفعش كاهن، الكاهن ما ينفعش ملك. عزية الملك حاول يدخل هيكل الله يا بخر، جاله مرض على طول، ملوش يدخل هيكل الله خالص، بيدخل الكاهن. أما المسيح أي سلطة من الاثنين دول؟ الاثنين مزدوجين. هو الملك وهو الكاهن أو رئيس الكاهن. الملك بناء على عهد الله لداود من نسلك يقوم الملك والى الابد. يجلس على الكرسي داود الى الابد المسيح. والكهنوت اللاوي تغير وصار كهنوت نعمه الله. اللي هو الروح القدس يسود في قلوب المؤمنين. لذلك جعلنا ملوكا وكهنا لله امين. هذا ما جعلنا المسيحيه في أكثر من آية، 3 أو 4 آيات على نفس الرؤية بس. إذا الموضوع يكمن في حياتنا. إيه المطلوب مني؟ ماذا تريد أن أفعل؟ مطلوب مني إيه؟ أعرف الحق بس. تعرفون الحق. تعرف إلهك. تعرف الحق. أقول الزيادة على صراحة يعني إيه؟ أعرفه منك الحق. اللي هو مين يا ابوي؟ يسوع المسيح. لأعرفه. جاب 3 حاجات فيه وفي كذا حاجة، ركز على 3 حاجات. اللي بيشمله كتير جواها طبعا. يعرفه وقوة قيامته. كيف غلب الشيطان؟ كيف انتصر إلى الأبد؟ كيف صار رئيسا كهنة لنا عظيم قد اجتاز السماوات؟ كيف صار هو ملك الملوك ورب الأرباب؟ كيف جمع في جسده الكنيسة ككهنة والكنيسة كملوك؟ هو المنتصر الكامل، هو الذي أباد الموتى بموته، هو الذي خلص الكنيسة فصارت أغلى ما في الوجود، لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن.
يا بخت الملائكة حينما ترى الكنيسة في مجد أبيها ومجد سيدها ومجد عريسها. المجد الله الآب والابن والروح القدس والكنيسة ممجدة في الابن. يا عريسي يا عروستي يا حمامتي يا إلهي. أقوال رهيبة جدا هناك. لما نعرف الحق، الحق يحررنا من كل موانع الحق، من سيطرة إنسان علي أو عليك، من سيطرة فكر إنساني علي أو عليك، من سيطرة الشيطان علي أو عليك، من سيطرة الفلسفة اللي بتملى الدماغ. يعرف الإنسان الحق على طول، يحس في غلط، في غلط في كلامه، يكشف له الرب الغلط ويجعله يبكي الغلط، الغلط لكي يأخذ إقليلا عن الزمن. ماذا تريد مني يا رب؟ أعرف الحق وتعرفون الحق والحق يحرركم. كل الآيات اللي جبناها عن الذئاب الخطيئة وعن الأقوال المصنعة وعن الخرافات، كل دي عبارة عن أناس لم يعرفوا الحق. لكن اللي يعرف الحق، الحق يحرركم من كل الخرافات ويجعلوا ابنا الله وإلى الأبد. فاهم سكته، فاهم بداية رحلته، عارف نهاية رحلته، بخطوات واثقة يدخل في أي معركة كالشبل ثابت، ثابت القلب يا الله. لماذا؟ لأني أتبعك وأعرف كلمتك وأعرفك وأطيع كلامك، مش ماشي بالهوى، مش ماشي وأنا مش عارف أعمل إيه. ربي ينعم علينا لقبول هذه الكلمة من الله، وتعرفون الحق والحق يحرركم. من ربنا عندنا فرصة نختار آية أخرى ونبني بها الرب علينا. ولذلك كنا ماشيين